نعم، هذا اليوم يوم عظيم ويوم مبارك. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه، وصيامه سنة لكل الناس إلا من كان محرما بالحج، ومن كان محرما بالحج فإنه يسن له الإفطار، لأن الإفطار يعينه على الدعاء والذكر في ذلك اليوم في صعيد عرفات. وعندما شك الناس في صيام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم وهو واقف بعرفة، أرسلت له أم المؤمنين ميمونة حلابا فشرب منه والناس ينظرون إليه، فكانت هذه سنة للمحرم ألا يصوم يوم عرفة. وقول لا يصوم يوم عرفة ممن هو أحرم إلا من وجب عليه هدي وكان غير قادر على أن يذبح هديا وأراد أن يصوم بدل الهدي 10 أيام كما ذكر القرآن، فصيام يعني 10 أيام يعني 7 3 في الحج و7 إذا رجعتم، الثلاثة قالوا هذه ينبغي أن تكون قبل يوم عرفة. نعم. من لم يجد الهدي وأراد أن يصوم بدل الهدي 10 أيام يصوم 3 أيام قبل يوم عرفة و7 أيام بعد رجوعه من منى إذا رجعتم، يعني رجعتم من منى سواء كنت ما زال موجود هناك في مكة أو رجعت إلى بلدك. نعم. هذا معنى. نعم. يعني و7 إذا رجعت، ليس بالضرورة. نعم. أن يرجع إلى بلده. نعم. رجعتم يعني رجعتم من منى، ومن فاته الصوم في 3 أيام هذه قبل يوم عرفة قال له أن يصوم يوم عرفة من أحد الأيام، ومن فاته ذلك فإنه يصوم أيام منى مع الإثم. تأخير 3 أيام إلى أيام منى يعني يؤدي الواجب ولكن مع الإثم، لا يجوز أن يؤخر ذلك مختارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أيام منى هي أيام أكل وشرب وليست أيام صوم. هذا فيما يتعلق بصوم هذا اليوم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب 2 سنين، سنة قبله وسنة بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر ذنوب 2 سنين. ومعنى أحتسب يعني آمل أن الله عز وجل يكفر به ذنوب 2 سنين. وعديت كلمة أحتسب على الله، كان الأصل يقال أحتسب يعني آمل من الله، ولكن قال على الله. قال العلماء: استعمال كلمة على هنا لها معنى، وهو أن هذا الوعد مؤكد، لأن على تستعمل عادة في اللغة للشيء اللي فيه إلزام ووجوب. نعم. كما قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يلزم كل إنسان ما اكتسبه من السيئات عليه لزوما. فكأن هذا الوعد الذي وعد الله بعباده لتأكده، كأن الله عز وجل ألزمه على نفسه، والله عز وجل لا يلزمه شيء، ولكن هذا مبالغة في أن هذا الوعد سيقع لمن فعل ذلك ولمن صام هذا اليوم. وهذا اليوم يوم عرفة يوم عظيم، ورد فيه فضائل كثيرة. هو يوم العتق من النيران، وهو اليوم الذي يتجاوز الله فيه عن الذنوب العظام، وهو اليوم الذي يدحر الله عز وجل فيه الشياطين ويخزيهم ويقصيهم. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أحب أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، فإنه يدنو، الله تبارك وتعالى يدنو من الخلائق ويباهي بهم الملائكة ويقول: ماذا أراد هؤلاء؟ يقول للملائكة، يباهي الله عز وجل بالخلق الذين يجتمعون في يوم عرفة للدعاء والتضرع والذكر، يباهي الله تبارك وتعالى بهم الملائكة ويقول للملائكة: انظروا ما أراد هؤلاء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم:
ما رؤي الشيطان يوما هو يعني أدحر ولا أغيض منه في يوم عرفة. نعم. ما رؤي الشيطان في يوم هو أدحر ولا أغيض منه في يوم عرفة. نعم. وذلك إلا ما أري يوم بدر. نعم. قالوا وما رأى يوم بدر، يعني لم يكن الشيطان في يوم أشد غيظا ولا اندحارا منه في يوم أكثر منا في يوم عرفة إلا ما كان يوم بدر. لماذا؟ وذلك لما يرى من تنزل الرحمات وتجاوز الله عز وجل عن الذنوب العظام. قالوا يا رسول الله وما رأى يوم عرفة؟ قال رأى الشيطان ورأى جبريل يزع الملائكة. ومعنى يزع الملائكة أن جبريل كان يصف الملائكة ويعبئهم لقتال أبي جهل وقتال كفار قريش. ولذلك عندما رأى الشيطان هذا يوم بدر ورأى جبريل يعبئ الملائكة ويصفهم فر وخذل قريش وقال لهم كما ذكر القرآن إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. الله أكبر. هذا يوم عظيم يجب على الناس أو ينبغي للناس أن يأخذوا هذا اليوم على أنه فرصة العمر، لأن الله يستجيب فيه الدعاء ويعتق فيه الرقاب من النار ويغفر فيه الذنوب ويتجاوز فيه عن الذنوب العظام. يقول ابن عبد البر في قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول ابن عبد البر هذا فيه دليل على أن الله عز وجل يستجيب دعاء يوم عرفة، وأغلب ما يدعو به الناس يستجاب لهم في هذا اليوم، هكذا يقول، إلا من دعا بعدوان أو قطيعة رحم. فالناس عليهم أن يأخذوا هذا اليوم ينتظرونه فرصة العام ليكثروا فيه من الدعاء ومن الذكر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قالوا هذا يعني ظاهره ليس دعاء، هذا هو تهليل وذكر، فما معنى أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة؟ قالوا هو عندما ينشغل الإنسان بذكر الله تبارك وتعالى بالتهليل والتكبير والتحميد فإنه يعطى كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما أعطي الداعون. يعني من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما يعطي ما أعطي السائلين. فهو سواء كان دعاء بحاجته الخاصة أو شغل لسانه بالذكر بالتهليل والتكبير والتحميد فإن الله عز وجل سيعطيه الأجر الموعود في هذا اليوم الذي تتنزل فيه الرحمات ويعتق الله فيه الرقاب من النار.